السلام عليكم. إن شاء الله هنبدأ في موضوع النهاردة الـ Biological and Information System Approach. إيه مفهوم الـ Biological and Information System؟ في البداية قبل ما نبدأ كنا بنتكلم هنا في الشابتر ده عن إزاي إن أنا أعمل Organizational Memory، إزاي إن أنا أعمل Memory بتحاكي فعلا الميموري اللي موجودة في الهيومن، موجودة عند أي بيرسون. فموضوع النهاردة ان ازاي انا اقدر احكم عن الميموري دي، هل هي تحاكي الميموري البشرية ولا لا؟ ازاي لو انا عايز ابني organizational memory، ميموري تحاكي الميموري اللي موجودة عند البشر، ازاي ان انا افكر في تكوين الميموري دي، ابدأ اعمل حاجة زي كده ازاي؟ فده كان موضوع النهاردة organizational memory. اول حاجة لازم افكر ازاي انا ابني حاجه زي كده، how to build. دي موضوع النهارده. الموضوع ده كل ما كانت الدراسات بتوضح لنا اجزاء في الاورجانيزيشنال ميموري، ازاي ان انا ابني ميموري تحاكي الميموري الموجوده، زي ما الموضوع ده بيفهمنا اكتر برضو بيزود او بيخلي الموضوع معقد اكتر في فهمنا للميموري البشريه. فكل ما الدراسات بتكبر، كل ما الدراسات بتخش in details اكتر، فالتعقيد او الكومبلكستي في الفهم بيزيد، فالموضوع بسبب ان احنا بندخل في in details اكتر. كمان علشان احنا نفهم الموضوع ده اكتر، كان برضو بيستخدم الموديلنج في توضيح بعض الحاجات. والموديلنج اصلا ايه فايدتها؟ الجزء بتاع الموديلنج هو اصلا بيستخدم علشان لو انا عندي مجموعه من التوبكس هي ايزوليتد، عايز اوضح العلاقات ما بينهم، عاوز اعمل اي ريليشن ما بينهم، بستخدم الموديلنج في الموضوع ده. فهنا في اكتر من موضوع، الموضوع مش سهل، موضوع فهم للميموري البشريه بتشتغل ازاي، وازاي بتذكر، وازاي مثلا اما اشوف شخص معين افتكر ذكريات معينه. الموضوع معقد جدا جدا يعني. فبعض الدراسات كان بيستخدم فيها الموديلنج عشان يوضح بعض الحاجات ويقدر يشتغل بسهولة. برضو في حاجة كمان، كل ما كان في عندي جاب، كل ما كان في جاب في النولج بتاعتي وفي فهمي للنولج ده، يهدي برضو الى طرق جديدة فهمنا للأندرستاند اوف الأورجانيزم الميموري. يعني اصلا الجاب دي هي الجاب اللي موجوده في النوليدج، هي اللي دفعتنا ان احنا ازاي نشوف ازاي الاوبريشنال اورجانيزيشنال ميموري بتشتغل، ازاي الاوبريشنز بتاعتها بتشتغل، ايه الاليمنتس بتاعتها، ايه علاقه الاليمنتس ببعضها. فده اللي خلانا نروح للبرانش ده، طبعا اللي هو ايه، ان في جاب، في مشكله في طبعا في النوليدج. بعد كده بعد يعني كان هنا برضو في الجزء ده كان بيوضح في شوية يعني بعض العلوم عايز يفهمنا كل علم بيهتم بإيه. فهنا بيقولك أول حاجة، أول علم عندنا البيولوجيكال، ده بيهتم بالستركتشر بتاع الميموري والبربوس بتاع كل إليمنت، كل إليمنت في الميموري فايدته إيه، والستركتشر إزاي هو بيتبني وعلاقته باللي حواليه إيه. فالستركتشر بتاع بناية الميموري والبربوس بتاع كل إليمنت فيها، ده من اللي بيهتم بالموضوع ده علم البيولوجيكال. انثروبولوجي ده علم بيهتم بالبيهيفير بتاع الميموري، ايه سلوك الميموري ده، تمام، وازاي انا لسه في طبعا في الانثروبولوجي، ازاي اصلا سلوك الميموري دي بتاثر على سلوك البشر. ازاي مثلا الميموري بتاعتي افتكرت موقف حلو جدا، فده اكيد بيأثر على الشخص. فازاي انا حاكي، اعمل ميموري بتحاكي الموضوع ده، الميموري اول ما تفكر في حاجة معينة تأثر على الماشين، على البيهيفير او سلوك الماشين كلها. فكده هنا كان بيقولك الانثروبولوجي بيهتم بالموضوع ده، ازاي ايه العلاقة ما بين البيهيفير بتاع الميموري والبيهيفير بتاع البيرسون، تمام. تانية بعد كده عندنا كمان حاجة، لا اخر علم عندنا او العلم التالت عندنا السايكولوجي. السايكولوجي بيقول لك ايه، لما بتفتكر انت حاجه معينه، الريمبر التذكر، ازاي التذكر بيحصل، ايه تاثير التذكر ده على البيرسون نفسه،
ازاي مثلا انت كنت في حاجة موجودة انت اصلا مش في دماغك دلوقتي، اول ما تفتكرها ايه اللي بيحصل. فده العلم النفس اللي هو السيكولوجي كان بيهتم بالموضوع ده بالعموم. يبقى احنا عندنا 3 علوم اساسية هيتكلم عنهم في الشابتر. البيولوجيكال بيوضح ايه الاستراكشر والبيربز بتاع كل element والelements وبعضها، العلاقات ما بينها وبين بعضها. انثروبولوجي البيهيفير بتاع تأثير البيهيفير بتاع الميموري على البيهيفير بتاع البيرسون نفسه، تمام. سيكولوجي طبعا ايه الريمبر. بيقول لك كمان في بعض العلوم السبيشال الخاصة بالسينج التفكير، ايه العلاقة ما بين التفكير والميموري، ايه العلاقة ما بين الايموشنز والميموري. فدي كان في بعض الدراسات الخاصة المهتمة بالمواضيع دي. بعد كده دخل في الموضوع بتاع البيولوجيكال. طبعا هنا في او، وطبعا خطأ هنا في او طبعا. البيولوجيكال موديل اوف اورجانيزيشنال ميموري، ايه المقصود بده؟ الموجود حاليا في مجموعة من المودلز، اي حد عايز يعمل اورجانيزيشنال ميموري بتحاكي الميموري البشرية، في مجموعة من المودلز بيحاول يستخدم موديل منها. على سبيل المثال في موديل موجود معانا اللي هو الموديل بتاع اورجانيزيشنال سيل. ايه المقصود بالاورجانيزيشنال سيل؟ ازاي ان انا اخلي الموديل بتاعي يعني كل اللي هو التارجت بتاعه، ازاي ان انا اخلي الميموري بتسيلف نفسها، بتورجانيزيشن نفسها. زي ايه مثلا؟ على سبيل المثال ايه بعض العمليات اللي انا لازم اخلي الميموري تسيلف نفسها فيها؟ زي مثلا ازاي شفت الداتا بتاعتي، ازاي الداتا مثلا بتاعتي خلاص انا في بيانات مثلا جات لي دلوقتي مثلا، وليكن على سبيل المثال عايز اضغط، انا خلصت السلايد دي عايز اضغط على باتون عشان يحركني السلايد اللي بعدها، دي مثلا نولج في دماغي، دي مثلا حاجه ملهاش لازمه فمحتاجه اشيلها، فدي ان انا بعمل شيفت للداتا ان انا بمسحها خالص. ممكن في داتا برايفت جدا عايز اشفتها بحيث انها ما تكونش بابليك قدامي في الميموري، ما تكونش بابليك، مش اي وقت تكون متاح. فازاي ان انا اتعامل مع الداتا دي؟ ازاي امتى اشفتها امتى امسحها؟ فدي بمثابة سيلف للميموري. ازاي قصدي اورجانيزيشن للميموري، والاورجانيزيشنال ده لازم يكون سيلف. سيلف يعني هو بيورجانيزيشن نفسه بنفسه، الميموري هي اللي بتورجانيزيشن نفسها. وهنا كان بيتكلم في الموديل ده بيقول لك برضو كان بيدرس تأثير الميموري اما تكون منظمة، الاورجانيزيشنال ميموري تأثيرها على سلوك او اداء الشخص نفسه. ده طبعا هيأثر جدا 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 لو الميموري اللي موجوده اورجانيزيشنال منظمه، فدي طبعا هيختلف، هيخلي فيه اختلاف في سلوك البيرسون ده وفي ادائه طبعا. فكان اول موديل عندنا اللي هو الاورجانيزيشنال سيلف، وكان بيهتم وبيركز على ازاي ان انا اخلي الميموري بتاعتي اورجانيزيشنال سيلف، بتمانج نفسها بنفسها، تمام. في بعض العمليات لازم تمانج نفسها بنفسها زي ان انا اعمل شفت للداتا، وتأثير ده على الماشين او الجهاز اللي الموجود الميموري دي فيه، تمام. وطبعا كان بيتكلم ان في الموضوع ده في الموديل ده في كم الدراسة وفير جدا وحقل، يعني وفير جدا في مشاكل كتير للدراسة. فمن ده من ضمن الموضوعات الغزير بالموضوعات اللي محتاجة مناقشة ومحتاجة شغل. فممكن أي حد يدخل يشوف ده فهيلاقيه الجزء ده غزير جدا بالمشاكل، ممكن أي حد يشتغل في مشكلة فيه. بعد كده كان بيتكلم عن حاجة اسمها اليوبيكويتي اوف اورجانيزيشن. ايه المقصود بده؟ المقصود بده انتشار او استخدام الاورجانيزيشن ميموري. انا هستخدم الاورجانيزيشن ميموري دي فين؟ حتى في البدايه قبل ما يحدد بيقول لك ان الهيومن ميموري ممكن تشتغل على العديد من العمليات، سواء العمليات دي سيمبل اور كومبلكس، تمام. فانا في دراستي بقى ما كنتش مهتم ان هي كومبلكس ولا لا، انا كنت بهتم بحاجه تانية خالص.
ان انا ازاي اطبق ان انا الميموري بتاعتي تكون اورجانيزيشنال. تمام. فكانت الدراسه بتاعتي مش التارجت بتاعها ان انا اشتغل على عمليات كومبلكس، لا انا كنت الدراسه بتاعتي كانت مطبقه على العمليات السيمبل وتكون متسلسله ورا بعض. بيقول لك بقى انا ممكن اطبق مفهوم الريجريشن الميموري دي في حته بقى، بيقول ممكن تطبقها على a lot of activity، كتير جدا من الاكتيفيتي التنظيميه، وليكن التنظيم بتاعها ده بيكون ثانوي، يعني مش بالضروره يوميا، ثانوي. تمام. بس هو ضروري في اي اكتيفيتي، موضوع التنظيم بتاعك ده هو ضروري، بس سواء هو ثانوي او لا مش فارقه معاك. وانت هنا ممكن تستخدم الاورجانيزيشنال ميموري. فالاورجانيزيشنال ميموري بتستخدم في اي اكتيفيتي تنظيميه سواء سنويه او لا. تمام. بس موضوع ان هي تنظيميه ده ضروري. تمام. بيقول لك كمان من الخطا ان انت تحدد لي الاستراتيجي بتاع اسمها الاورجانيزيشنال استراتيجي، نوع التنظيم بتاعي انا بنظم شغلي او بنظم الحاجه دي تحت الشغل بتاعي على اساس ايه. ما ينفعش انظمه على حسب الانفايرومنتال بتاعتي، ما ينفعش انظمه على حسب مثلا سياسه المكان اللي انا فيه، سياسه الموظفين، لا. ماشي خلاص انت ممكن تحدده على اساس ده، بس لازم تحط في الاعتبار برضه سياسه الميموري بتاعتك، التنظيميه بتاعت الميموري بتاعتك. يعني من الافضل ان انت تحدد الاورجانيزيشنال استراتيجي بتاعتك او الاستراتيجي اللي انت هتكون متفق عليها في التنظيم dependent on organizational memory، يبقى اعتمادك على الميموري بتاعتك. ما ينفعش تعتمد لي انا هشتغل التنظيم بتاعي او المانجمنت بتاعي يكون معتمد، يعني انا قلت انا هستخدم الاستراتيجي A او B او C مثلا، وانا بختار كان اللي في دماغي بس الموظفين بتوعي والمكتب بتاعي مثلا والسيستم بتاعي، وكنت متجاهل الميموري، لا ده من الخطأ طبعا. لازم تكون الميموري من ضمن اولوياتك برضو وانت بتختار الاورجانيزيشن الميموري بتاعتك. وهنا العلماء كان او المؤلفون يعني كانوا يعني بيقولوا من الافضل كمان ان الموضوع ده احنا نطبق الموضوع ده في، نخلي ان الميموري كمان ممكن نقدر يعني اي حد ممكن يقدر يوصل لها عن طريق الايميل او عن طريق الانترنت. تمام. فما كانوا بيوصم ان الدراسات اللي تيجي بعد كده تكون ان ازاي في المجال ده بعد كده ان ازاي ان انا ممكن استخدم الميموري بتاعتي عن طريق الايميل والانترنت. فده طبعا هيضيف وهيزيد من استخدام الميموري طبعا، فده تحت مسمى الانتشار الاورجانيزيشنال ميموري. فده ان انا اخلي الميموري بتاعتي اقدر اوصل لها عن طريق الايميل او عن طريق الانترنت، ده طبعا هيزيد من استخدام للاورجانيزيشنال ميموري. بعد كده كان بيتكلم عن حاجه اسمها الميموري اونرشيب. ايه المقصود بالميموري اونرشيب؟ ده سؤال منطقي اصلا كنا لازم نفكر فيه اصلا احنا من غير حد ما يقول لنا، لازم تاخدوا بالكم منه. ايه اللي فرق ما بين الميموري والتاني؟ ايه اللي يميز الميموري عن التاني؟ فبيقول لك لازم اخد بالي في ايدنتيفاير لكل ميموري. ليه انت ما تنتهزش ده؟ عندي ميموري مثلا موجوده في الكليه، تمام، وميموري موجوده مثلا في محل او موجوده مثلا في صيدليه. هل البيانات اللي بتشتغل بتخش جوه الميموري هنا زي البيانات دي؟ طبعا لا. فبيقول لك الايدنتيفاير او اللي يميز ميموري عن الثانيه البيئه اللي هي بتشتغل فيها، الموظفين اللي بيتعاملوا مع الميموري ده، الناس الاكسكيوتيف اللي بينفذوا العمليات في الميموري دي. تمام. البيانات اللي بتدخل تتحلل في الميموري دي، فدي كلها بمثابه ايدنتيفايرز لكل ميموري. فبيقول لك ليه انت بقى ما تنتهزش الايدنتيفاير ده؟ انت عندك بيانات معينه بتخش تتحلل في الميموري دي، ليه انت ما تلقطش منها؟ ليه انت بتخلي الداتا تخش تتحلل وتخرج تاني، او يحصل عليها عمليه معينه وتخرج تاني؟ لازم يكون عندك ستور. الستور ده تاخد منه البيانات اللي شغاله، تاخد منها باك اب او تاخدها تخزنها، بحيث البيانات دي ممكن تشتغل بقى بعد كده.
او ده طبعا منطقي منطقي. مثلا انا عن نفسي مثلا لو انا بحل مثلا، وليكن على سبيل المثال مساله رياضيه عاوز احلها، طبعا احل اي نولج ممكن اخدها على سبيل المثال، اخد نولج هتفضل في دماغي، المساله دي مساله ايه رياضيه ولا المساله دي ايه بالظبط، فاكيد دي نولج انا خدتها وخزنتها عندي ان انا حليت في يوم كذا مساله كذا. فبيقول لك نفس النظام، انت ما تخليش الميموري تعمل عمليه وتخرج وخلاص، وتسالها مثلا بعد كده انت عملت ايه، عمليه كانت عن عمليات من انهي نوع اصلا، فمش عارف عشان هي ما كانتش سيفت الاوبريشنز اللي اتنفذت فيها. فبيقول لك لا، المنطق ان انت تاخد يكون في باك اب او تاخد الداتا دي تخزنها في ستور مستقل، تمام. طبعا ممكن انت تستخدم الداتا دي بعد كده ان انت تطلع منها اي نولج بعد كده، هنعرف ازاي نطلع منها نولج. هنا بقى بيقول لك في كونفليكت حاصل ما بين الاولد سيستمز، السيستمز المرسخه اصلا، والبيولوجيكال. زي مثلا السيستم المرسخ، زي مثلا اي سيستم ميكانيكي مثلا، كان السيستم الميكانيكي بيقول لك ايه، 1 بلس 1 ايكوال 2، 1 و1 2، اي انبوت داخل لك لازم ليه اوتبوت عندك الميموري، اي انبوت هيخش للميموري لازم في دي مثلا الميموري اهي، اي انبوت داخل لك هنا لازم يخرج ويكون ليه اوتبوت، فاي انبوت لازم ليه اوتبوت. ما ينفعش البروسيسور تشتغل لوحده واحنا قاعدين كده تلاقيها اشتغلت لوحدها من غير ما يكون اي في اي عامل حفاز، عامل خارجي يعني قال لها اشتغل، ما فيش داتا دخلت لها مثلا. البيولوجيكال موديل يقول لك لا، انا مش لازم يكون في انبوت عشان يشغل الميموري، مش لازم يكون في انبوت عشان في اوتبوت يخرج. ازاي يا عم الحاج؟ قال لك لا، افرض انا دلوقتي عايز اشغل الميموري انها تعمل سمرايزيشن عن الداتا اللي هي اشتغلت فيها طول اليوم مثلا، فدي مش لازم يكون لها انبوت عشان يشغل، عمال شغال في نسخه اركايف بيأركايف الداتا بتاعته، تمام، يعمل لها ارشيف مثلا، فدي مش لازم لها انبوت. فمفهوم البيولوجيكال موديل مش لازم كل انبوت ليه اوتبوت، مش لازم في عندي انبوت عامل خارجي يشغل لي الميموري بتاعتي، لا ممكن تشتغل لوحدها. فده مفهوم البيولوجيكال موديل، وده طبعا في كونفليكت ما بينه وما بين الاولد سيستم، فما يعني من الواجب ان احنا نفهم الكونفليكت ده حصل بسبب ايه. في بعد كده بعض العلماء الخاصين السايكولوجي والكوجنيتيف، علماء السايكولوجي والكوجنيتيف قال لك في بعض ادانا يعني زي ديدو او يعني مثلا ايه بنود عريضه كده لبعض السيستمز اللي لازم بتسبورت الميموري، لازم يكون فيها ميموري. زي ايه؟ قال لك لو السيستم بتاعك في isolated stores، سواء الـ stores دي او المخازن دي او المستودع البيانات دي طويلة الامد long term or short term مش هتفرق معايا، المهم انت عندك لو السيستم بتاعك في مجموعة من الـ stores، تمام، سواء هما long term او short term، ومجموعة من الـ functions isolated منفصلين، فلازم دول ليهم memory، فلازم دول ده اي سيستم ده بيدعم الميموري. قال لك كمان لو السيستم بتاعك فيه انكودنج، مثلا انا بانكود داتا معينه عشان احولها لحاجه معينه، مثلا على سبيل المثال انا عندي سنسور مثلا بياخد مني الداتا، خلايا عصبيه مثلا تاخد مني الداتا، طبعا لازم اعملها انكودنج اللي انا احولها في النهايه لزيرو وان، حاجه زي كده. لو السيستم بتاعك بيسبورت الانكودنج فلازم يكون بيسبورت الميموري طبعا. لو السيستم بتاعي بيسبورت الجزء بتاع التذكر، زي ان انا بيريمبر داتا معينه مثلا، فطبعا السيستم ده لازم يكون بيدعم او بيسبورت الميموري. اخر حاجه عندنا الاكسبيرينس، لو انا مثلا السيستم بتاعي عنده مجموعه من النولج بيعمل حاجه معينه ويطلع النولج جديده، فنولج مكتسبه من نولج قديم، تمام. يعني ولكن على سبيل المثال انا بقول انا مش جاي المحاضره بكره، تمام، ولو انا مش جاي المحاضره مثلا اي حاجه تانية، مثلا لو مش جاي المحاضره يبقى هقعد في البيت، تمام. انا قلت لك مثلا السيستم بتاعك جالك نولج
ان انا مش جاي المحاضره، خلاص اوتوماتيك انت فهمت، طلعت نولج جديده ان انا هقعد في البيت. فكان عندك نولج قديمه استنتجت من استنتجت نولج جديد. فلو السيستم بيدعم حاجه زي كده يبقى لازم بيكون بيسبورت، او السيستم بيشتغل حاجه زي كده فلازم يسبورت الميموري. بعد كده بيقول لك مش من الطبيعي خالص ان انا احط لك برانشز، اقول لك ان الاورجانيزيشنال ميموري فيها اكتر من برانش او لها اكتر من تقسيمه كذا او كذا وكذا. لا ده ما ينفعش طبعا، علشان العلماء اختلفوا في البيهيفيرز بتاع الميموري ومكونات الميموري والميموري ازاي بتشتغل. مفيش اصلا ما مسكوش حاجه ثابته. فطب احنا هنشتغل ازاي اورجانيزيشنال ميموري؟ في مجموعه من السيستم موجوده انا ممكن حاطين مجموعه من المودلز، تمام؟ ممكن استخدم موديل زي الموديل اللي احنا استخدمناه او ذكرناه في الاول اللي هو الاورجانيزيشنال سيلف، ممكن استخدم ميموري زي كده، موديل زي كده. فمفيش اصلا، مش من المنطقي ان انا اقسم الاورجانيزيشنال ميموري واقول على حسب البيفر بتاعها، لا مش منطقي خالص. انا هشتغل ازاي؟ هشتغل ان انا اشوف موديل من الناس مستخدماه كان بيفوكس على حاجه معينه وانا بفوكس على نفس الحاجه دي، فانا بستخدم الموديل بتاعها. اما ما اقولش في برانش كذا وفي برانش كذا، لا مفيش حاجه اسمها كده، علشان الموضوع يعني الموضوع اصلا فيه تعقيدات كتيره جدا وحاجات متشابكه كتير. فمش من المنطقي ان انا التقسيمه دي طبعا هتتغير كل يوم وهتختلف من عالم للتاني، فما كانش منطقي طبعا. انا الافضل ان انا اشوف موديل بيفوكس او بيتكلم او بيتارجت نفس الحاجه اللي انا عايز اتارجت ليها واستخدم الموديل بتاعها. كمان حاجه كمان كان نتكلم فيها في الجزء بتاع الاونرشيب، ان مش من المنطقي ان انا اقعد كل اي بيانات موجوده داخله للميموري ان انا اخدها وخلاص، ما يحس ان هي ايه مصادر للنولج بتاعتي. لا ومش من المنطقي ان انا ايه افضل اجمع في بيانات وخلاص، او اجمع في مصادر ان الداتا هتجيلي من كذا وكذا وكذا. لا، الافضل ان انا اجمع البيانات ذات قيمه واجمع المصادر البيانات بتاعتي او السورس بتاع اوف نوليدج ذات قيمه بالنسبه لي، اللي لها اهميه بالنسبه لي. ما اجمعش اي داتا كده وخلاص بحيث ما اكبرش الستورز بتاعتي وخلاص. فمن المنطقي طبعا ان انا ايه اكون مهتم بالفاليو بالسورسز اللي هي ذات فاليو ذات قيمه. ده كده كان بيتكلم عن حاجه اسمها الميموري بيرسبتس. ايه المقصود بالميموري بيرسبتس؟ بيقول لك ايه تصورك للميموري، الميموري دي تكون عامله ازاي. فبيقول لك هنا العلماء هنا كانوا استنتجوا تجربه ان الميموري في البيئات البدائيه كانت كل شغلها عمليات سيمبل، الاوبريشنز بتاعتها سيمبل خالص. نفس التجربه طبقوها على انفايرومنتال بس متحضره شويه، كانت العمليات اللي بتتنفس في الميموري كومبلكس. فمن هنا استنتجوا ان الميموري بتشتغل على حسب تصور هي كانت متصوره قبل كده، فعلى حسب البيئه اللي الميموري دي شغاله فيها بتفرق في الاوبريشنز اللي موجوده جواها. فمن هنا قال لك خلاص العلماء قالوا لا، يبقى الافضل ان انا عشان اشغل ميموري تكون اورجانيزيشنال ميموري احط لها بروتوتايب تشتغل من خلاله. فلو انا حطيت بروتوتايب شغال على الاوبريشنز سيمبل، مفترض ان شغل الميموري ده هتكون سيمبل. حطيت بروتوتايب، بروتوتايب المقصود بيه يعني ايه؟ يعني وليكن على سبيل المثال نموذج مصغر، يعني وليكن على سبيل المثال انا عامل ابلكيشن، الابلكيشن ده عامله بروتوتايب، يعني نموذج مصغر من الابلكيشن الكبير. فالمقصود ده المقصود بالبروتوتايب، فايل فيه يعني شغل للميموري قبل كده بس حاجات بسيطه من خلالها الميموري هتشتغل بعد كده، هتشتغل على اساس البروتوتايب ده. فالبروتوتايب ده لو في الاوبريشنز بتاعته سيمبل يبقى هشتغل سيمبل، كومبلكس هشتغل كومبلكس. فده مثابة التصورات او يعني الذكريات اللي كانت قبل كده للميموري، فمن خلالها هتشتغل، تمام. فما ينفعش طبعا اشغل ميموري كده اوتوماتيك، لازم امدها او ابث فيها بروتوتايب
على حسب التجربة اللي كانت موجودة اللي العلماء طبقوها قبل كده، فكانت على حسب البيئة اللي كانت فيها الاوبريشن دي كانت جوه سيمبل او كومبلكس. فقال لك خلاص انا احط بروتوتايب على اساس اللي انا عايزه، والممر هتشتغل على حسب اللي انا عايزه ده. بعد كده ايه المقصود بالارتكيوليتنج اندر لاينج ايدياز؟ في البروتوتايب بقى بيقول لك بدال انا ما امد الاوبريشنالز ميموري بتاعتي بملفات كبيره جدا مثلا وفايلات من خلالهم الممر هتفهم المفروض او تتصور المفروض هتشتغل ازاي وتشتغل. قال لك لا، ما العمليه دي مكلفه جدا، انت ما بتشغلش عنصر ده. ممكن عشان اطلع نولج معينه من فايل اشغل اكتر من، يعني الموضوع زي النيورال نتورك كده، مجموعه يعني ايه اكتر من خليه او اكتر من حاجه هيشتغلوا في نفس الوقت عشان يشتغلوا على حاجه واحده. فالعمليه هتكون مكلفه جدا 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 ان انا ابث جوه الميموري بتاعتي دوكيمنتس كبيره جدا وفايلات كبيره. لا، قال لك لا، ما تحط الخطوط العريضه او الايدياز المهمه الاندرلينج ايدياز بتاعتك ومن خلال الميموري تشتغل. فده هتكون وطبعا مش مجزي جدا. انا راجل مثلا عايز اشتغل على موضوع مثلا نقطه معينه في مشكله معينه عايز ابدا احلها، ايه اللي يخليني امد الميموري عشان ابدا بقى شغل بعد كده الادفانس بتاعه والانهانسمنت بتاعه بعد كده؟ ايه اللي يخليني امد الميموري بفايلات كامله ودوكيومنتس كامله؟ لا، بمدها بالايدياز الاساسيه كبروتوتايب وهي تشتغل على اساسه. فبيقول لك من البديهي ومن الافضل ان انت تمدها طبعا ايه بالمين ايدياز او الافكار الاساسيه بتاعتك اللي من خلالهم الميموري بتاعتك هتشتغل، بدل من ان انت تديها فايل كامل او دوكيومنت كامله كبروتوتايب. يعني بعد كده كان بيتكلم على الجزء بتاع الفيوتشر ترندز. ايه المقصود بالفيوتشر ترندز؟ ايه الموضوعات اللي ممكن نشتغل فيها بعد كده؟ اول حاجه بيقول لك ان العلماء لغايه دلوقتي موصلوش لبيهيفير قاطع او السلوك القاطع اللي بتشتغل بيه الاورجانيزيشنال ميموري، فده لسه محل دراسه عشان احنا موصلناش لسه لحاجه قاطعه وخلاص توقف الناس وخلاص الدنيا كده ايه ده الموديل وده البيهيفير بتاع الاورجانيزيشن ميموري. لا، لسه محدش وصل للموضوع ده. تاني حاجه الامبيجوس اوف اوبريشنال ميموري، المشكله في الاوبريشنال ميموري. الاوبريشنال ميموري اتعمل لها اكتر من موديل والموديل ده اتنفذ في سيستم بس وبيطبق، بس لغايه دلوقتي اليه تنفيذه غامضه، لسه مش عارفين هو بيشتغل ازاي، فلسه الموضوع فيه غموض. فهو بالنسبه لنا تريند الغموض ده محل دراسة طبعا وفيلد غني بالدراسة. تاني حاجة المودلز اللي محطوطة دي تمام، هي كانت شغالة كويس تمام وادتنا وفسرت لنا العمليات التنظيمية تمام وفسرتها لنا وازاي بتشتغل الدنيا تمام، بس ما راعتش الديفرنت ما بين الريسيرشرز، الاختلاف ما بين العلماء ومفهومهم للذاكرة، وكل واحد كان ليه رأيه كده وكل واحد كان شايف الميموري بطريقة معينة من سايت معين تمام اتجاه معين. الموديل بتاعنا ما غطاش ده كله، ما غطاش الديفرنت ما بين الريسيرشرز تمام. فده برضو محل دراسة بالنسبة لنا. تاني حاجة بيقول لك احنا عندنا اورجانيزيشنال ميموري شغالة اصلا اللي هي بتاعت الهيومن، ليه احنا ما نقدرش نفهم هي شغالة ازاي ونطلع من خلالها البيهيفير بتاع الاورجانيزيشن ميموري المفروض الاورجانيزيشن ميموري تشتغل ازاي؟ بيقول لك هنا لو احنا قدرنا ان احنا ندرس البيهيفير بتاع الاورجانيزيشن ميموري بتاعت الهيومن بتاعت اي شخص تمام، وفصلنا التاثير الشخصي على الميموري بتاعته، تاثيره الشخصي تمام وتاثير البيئه على الذاكره بتاعته، نفصل ده ونفصل التأثير الشخص ونفصل التأثير البيئي وكل الحاجات اللي حواليه، هنقدر من خلال لو احنا عملنا كده وعملنا دراسة كويسة تفصل ده وده، هنقدر نطلع بمفهوم للأورجانيزيشن ميموري ونقدر نطبق ننفذ ده نعمل له موديل ونقدر ننفذه في أي سيستم كان. بس ده معتمد طبعا على التحليل الكويس والجاد واللي يكون كلير وواضح
للبيهيفيرز بتاع الهيومن ميموري، وفصل طبعا الجوانب ايه الشخصيه، زي الشخصيه او البيئيه او ايا كان، او الاجتماعيه. تمام، ان انا ايه بدرس الميموري نفسها، ماليش علاقه بالحاجات الجانبيه، بس بقى ايه معتمده على ان انا قدرت افصل مظبوط ولا لسه في مشاكل بالنسبه لي ان انا افصل الجوانب دي كلها. فده كده بالنسبه لنا في الفيوتشر ترندز. وفي النهايه طبعا جزء الكونكلوجن، في جزء الكونكلوجن كان بيتكلم ان الموديل بتاعنا بتاع الاورجانيزم، الموديل اللي قدمتهم لنا اللي قدمته لنا البيولوجيكال، الجزء يعني البيولوجي، هو غني جدا بكل، في جوانب كتيره جدا جدا جدا، فمن الطبيعي ان احنا ما نغطيش كل الاجزاء فيه، وان الموضوع ده او والموديل ده ذات دراسه برضو لسه، وفي اي عالم يقدر يحط موديل تمام للاورجانيزيشن موديل، بس في شرط او شرطين بيحكموه. اول حاجه ان الموديل بتاعه ده يكون مرن، تاني حاجه يكون قوي باور بالنسبه للسيستم اللي هيشتغل فيه، بالنسبه هو هيفوكس في حته بالظبط. تمام، دول الشرطين اللي بيمسكوا العالم او المؤلف ان هو يبني موديل جديد للاورجانيزيشن ميموري. طبعا تاني حاجه كان بيتكلم فيها ان في عندنا برضو مشكله ان الاورجانيزيشنال ميموري اللي احنا بنشتغل بيها او بنعمل لها موديل كانت بتفوكس بس على المين اكتيفيتي، الحاجات الاساسيه الحاجات المهمه بس، مع ان الميموري اوف هيومن، الميموري البشريه او الذاكره البشريه كانت بتهتم بالجانبين، اول حاجه الجانب التريفيال اللي هو الجانب اليومي، الحاجات اللي ملهاش لازمه اليوميه طبعا، يعني سواء الداتا بتاعتي مهمه او لا، اللي هي التريفيال او الحاجات الاساسيه برضو، بحيث ان هو بيستخدم بعض الاوبريشنز السيمبل في الحاجات التريفيال طبعا اللي هي ملهاش لازمه اصلا، الحاجات اليوميه، والحاجات المهمه بيستخدم اوبريشن كومبلكس. اما احنا عندنا هنا فكنا شغالين على المين اكتيفيتي بس، بنشتغل الاوبريشنال ميموري للمين اكتيفيتيز اليوميه عندنا بس. فمن الطبيعي ان المفروض الوقت الجاي او الدراسه تكون ان انا ازاي ادخل الاوبريشنال ميموري اكتر في الحاجات اليوميه، في الديتيلز اليوميه بتاعتي. تمام، بحيث تكون يعني تحاكي اكتر الهيومن ريسيرش، الهيومن ميموري طبعا. دي حاجه. التاني حاجه عندنا، وكان كمان كان بيتكلم في حته ان طبعا المفروض مفهوم الاورجانيزيشن ميموري ومفهوم الهيومن ميموري الاثنين نفسهم يعني متجهين لنفس التارجت، فمن الطبيعي او الاثنين بيهدفوا نفس الهدف، فمن الطبيعي والمنطقي ان الاثنين يكون لهم نفس الاجزاء المشتركه او العناصر المشتركه في الاثنين. ده كده كان بالنسبه للشابتر بتاعنا اللي هو الجزء بتاع البيولوجيكال. شكرا.